حجاب نهج السنة، يبغي الهدى والخير للبرية، يعلم القرآن للبراعم لينعموا بالخير والمكارم. ننتقل إلى كلمة أستاذنا الأستاذ ياسين العمري. أستاذ ياسين العمري غني عن التعريف، عن دوز كاين شي حوايج ما خصهاش دوز. أستاذ تفضل. أستاذ ياسين العمري كي قال لك دوز راه غني عن التعريف، لما نسأل الله تعالى أن يوفقه وأن يسدده وأن يحفظه وأن يبارك له في ذريته. المرجو من الآباء والأمهات يحرصوا على الهدوء ديال وليداتهم، اللي عنده شي بنيه ولا شي وليد يخليه حداه ويحاول انه يهدئه ويخليهم يسمعوا لهذا الكلام من عند الشيخ المبارك الذي اجتزأ هذا الوقت من بين اشغاله ومن بين ارتباطاته، وابى الا ان يحضر معكم ويشارككم ويصافح وجوهكم، فجزاه الله خيرا، ونحن نقدر له جهده ونقدر له وقته ونقدر له هذا المجيء وهذا الوقت المجتزأ، فجزاه الله خيرا وبارك فيه. تفضل شيخنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم هذه الخطوات وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. كما أجدد شكري بعد حمد الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله للسادة الفضلاء القائمين على هذا الصرح العتيد، كتاب نور البيان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعهم وأن ينفع بهم، فلعلهم إن شاء الله تعالى بإخلاصهم للنية يحوزون الخيرية والأفضلية. النبي عليه الصلاة والسلام جعل الخيرية في مجموعة من الأمور، لكن إطلاق الخيرية في علاقتنا بالمجتمع هي متعلقة بالقرآن الكريم، حيث قال صلى الله عليه وسلم خيركم بمعنى أفضلكم، خيركم أي على الإطلاق، لا أحد يحصل على خيرية أفضل من هذه الخيرية. قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بالنسبة إن صح التعبير للجبهة الداخلية، فالخيرية في حسن التعامل مع الأسرة، كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله. ولعل الخيريتين تجتمعان من باب التكامل، فيكون خيركم لأهله، وأفضل ما يكون به العبد مع أهله هو أن يجتهد في تعليمهم القرآن الكريم. ثم الشكر موصول للسادة الأفاضل القائمين على هذا المركب الثقافي جزاهم الله خيرا، والإخوة والسادة الفضلاء من السلطة وأعوانها، والإخوة في الإدارات العمومية المكلفة منطقة مولرشيد جزاهم الله عنا خيرا، وبارك الله فيهم حسن استقبالهم وحفاوتهم وفرحهم بالقرآن وأهله. وهذا أمر ليس بغريب على بلد كان الإسلام فيه منذ أن دخل إليه، هذه ما يزيد عن 12 قرن، يعني أكثر من 1200 سنة منذ أن دخل الإسلام إلى هذا البلد، وأهله معتصمون بكتاب الله، معتنون بكتاب الله عز وجل تلاوة وحفظا ورسما وضبطا بل وحكما وتحكيما وتخلقا، إلى أن وقع الذي وقع قبيل عهد الاستعمار، لكن هذا موضوع لا يسعنا التطرق إليه في هذه الدقائق المعدودة. محل الشاهد هو أنه هذه الأرض الطيبة هي أرض القرآن وأرض أهل القرآن، وأكبر دليل على ذلك أن التفريط إنما هو منا نحن الكبار في السن مش في القدر، نحن الكبار التفريط منا، أولادنا جاءوا وشنفوا مسامعنا بتلاوات قرآنية مباركة وبحفظ متون تداولتها الأمة جيلا بعد جيل، وكأن أولادنا
صغار السن كبار القدر يقولون لنا نحن صفحة بيضاء أهدانا الله عز وجل إليكم، فمن أحسن فقد كتب في تلك الصفحة ما يرضيه أن يراه غدا يوم القيامة، ومن أراد أن يجد ما لا يسره عياذا بالله بين يدي الله يوم القيامة فليكتب في هذه الصفحة أمرا لا يرضي الله عز وجل. مثال بسيط على أهمية هذا الأمر عشناه جميعا بدون استثناء. تذكرون لما فرض علينا الحجر الصحي الأول 20 مارس 2020، ثم جاء رمضان بعده في شهر ماي 2020، الإشكال الذي وجدناه داخل بيوتنا، ما كاينش مساجد، ما كاينش أئمة، الإمام في داره، لأول مرة زوجة الإمام ستستمتع بزوجها، يقرأ لها بوحدها، ما تمتعت به، بعد على الأقل هي اللي ربحت. طيب في البيوت الأخرى، في بيوتنا نحن، يقوقعوا مشاكل، بغير اللي يصلي بينا، ولادنا ننفق عليهم الأموال، وهذا شيء طيب، ما كاينش إشكال، بغيت تنفق عليه باش يتعلم التعليم النظامي، الرياضيات، الفيزياء، العلوم الطبيعية، يتعلم اللغات، هذا أمر لا أقول أمر محمود، هذا أمر مطلوب. لكن أين القرآن في كل هذا؟ غنزيد ولدي قرأ لي لفابل دو لا فونتين، يصلي بيا التراوح باش، يصلي بيا التراوح بأنسي فونفون لي بيتيت ماريونيت، باش غيصلي بيا التراوح؟ وحصلنا كاملين، شكون اللي ما حصلش؟ الذي استثمر ماله ووقته في تحفيظ أولاده القرآن، أحس بانتشاء وانتعاش، قدم ولده فصار الولد يصلي بالأسرة كلها، والأب يكاد قلبه يطير فرحا أن استثماره لم يضع سودا. هذه الفرحة أن قدمت ولدك باش صلى بك، وكتشوف فيه يقرأ القرآن يرتله ويتقنه ويجوده ويحسنه، وانت فرحان به، هذا في الدنيا. غدا يوم القيامة عندما ينادى على والدي حامل القرآن ثم يحلون بحلة الكرامة ويقول الولد يا رب زدهم، ثم يلبسون تاج الكرامة ثم يقال يا رب زدهم، ثم يعطون من النور ما لا يضاهيه نور الشمس، هذا لوالدي حامل كتاب الله عز وجل، فكيف بحامل القرآن نفسه غدا في عرصات يوم القيامة؟ اليوم هناك احتفال بالأولاد، وهذا شيء طيب ومحمود، بل ومطلوب ومفروض. بمن نحتفي؟ نحتفي بالسفهاء؟ نحتفل بالتفاهين؟ هذا الزمان الذي تحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن خصكم تفهموا واحد المسألة مهمة جدا، الناس، عموم الناس، جماهير الناس، ما يمكنش تبقى بدون رأس يقودها. الناس هكاك دايرين، لا بد لهم من رأس يقودهم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء. ما كاينش علماء غيكون واحد الليلة عندنا العلماء وغينعسوا في الليل وغيفيقوا الصباح وغيلقاو يصوم ها ما عقلنا على والو، ما كايناش هذه المسألة. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، لكنه يقبض العلم بقبض العلماء. وشوف هذه المدة اللي فاتت في هذه السنتين وثلاثة سنوات كم فقدنا من علماء مدينة الدار البيضاء وحدها، فضلاً عن المغرب، فضلاً عن الأمة الإسلامية، من الرباط حتى الجاكرتا، شوفوا شحال ديال العلماء المسلمين ماتوا، رزية ما بعدها رزية. فقال عليه الصلاة والسلام: حتى إذا لم يبق عالم، أو حتى إذا لم يبقي عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، بمعنى أن الناس سيتخذون من يقودهم. اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم. يكون العلم اللي تيجي تيشير يقول لك الحلال ويقول لك الحرام، واللي حرام قطر بين يقول لك لا وشنو فيها، فين هو الإشكال؟ اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن بمن نحتفل نحن؟ نحتفل بأهل الباطل؟ نحتفل بأهل الفسق؟ نحتفل بمن يدعو إلى تفكيك الأسرة؟ نحتفل بمن يدعو إلى إدخال الانحلال داخل مؤسسة الأسرة المسلمة؟ نحتفل بمن؟ بمن يريد أن يدمر فطرة الإنسان؟ بمن نحتفل؟ والله لا يكون الاحتفال الحق إلا بهؤلاء الرجال الذين سمعتموهم يتلون القرآن وينشدون إليكم المتون، رجال
صاحب العين المبصرة حقا لم يرى أطفالا على هذا الركح، إنما رأى رجالا. هذا هو الاستثمار، وهذا هو الفرح، وهذا هو اللي نفرحوا به، وهذا هو اللي نقدموه، وهذا هو اللي نفتخروا به. يكون كيدير داك الشيء اللي دار كله مزيان، شيء طيب أنه تعلم جميع العلوم، هذا شيء طيب، لكن أن يتعلم القرآن وما يجاوره، السنة، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، الفقه وكل العلوم المنبثقة عن الوحي من قرآن وسنة، هذا هو الذي يحتفى به، وهذا هو الأجدر بأن نهتم به الآن وفيما يستقبل من أيامنا كلها. أما ندخلش معكم في القضية أن هذا الأمر يغيظ أعداء الدين، يغيظ هذا مسألة، هذه مسألة فضينا منها، هذا مسألة مفروغ منها، لكن احنا كنقلبوا أن هذا الأمر يفرح الرب عز وجل، الله سبحانه وتعالى يفرح بمثل هذا. ومن كان محبا لله عز وجل يسعى فيما يفرح ربه وفيما يفرح نبيه صلى الله عليه وسلم يوم لقائه، تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، بما يباهي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة، بأولاد أنبتناهم وليس في صدرهم حرف من كلام الله، والله هذا لا يباهى به في الدنيا فضلا عن أن يباهى به في يوم القيامة، إنما يباهى بالرجال الذين يأخذون هذا الدين مأخذ الجد. المهم هذا كما نقول يرجع كلمات صدقنا في محاضرة على هذه الموضوعات، وإن كان لابد لنا من كثرة المذاكرة في هذا الباب. محل الشاهد فيما يتعلق بمجلس هذا اليوم إن شاء الله تعالى سأحاول أن لا أطيل فيه بإذن الله تعالى، لأن يشهد الله أن الغرض الأول عندي هو هذا الخير اللي كتشوفوا فيه أنتم مجموعين عليه. الغرض الأول ليس أن نجتمع على شخص معين نسمع كلامه، يطير سيطير هذاك الشخص، كيبقى الكلام ديالو كلام البشر، يخطئ فيه ويصيب، لكن الأهم سنعودوا نجددوا النية أن الاجتماع ديالكم اليوم على أهم شيء، وهو على كتاب الله عز وجل. يشهد الله صدقا أقولها من قلبي، راكي اللي كيقول لك كيتصور انه راه ملي تنجيو نلقى الناس وكذا راه تيعجبني الحال وتنشط، انا تنشط ملي كنلقى الناس مجموعين على كلام الله، والا راه كاينين الناس تيدوا في الباطل وجامعين الاضعاف المضاعفه ديالكم انتوما، سواء في الواقع او في المواقع، ماشي هذا هو اللي كينشطني. انا اللي تينشطني وانني نشوف الناس مجموعات تريد ان تتعلم امر دينها، هذا هو الفرح، هذا هو النشاط، بغض النظر شكون هو اللي غادي يعلمها هذاك الدين، واش فلان ولا علان ولا فرتلان ولا طفل صغير ولا كتاب ولا مؤسسة، كيف ما بغى يكون، المهم ان يجتمع المسلمون على دينهم. فويشهد الله وددت، علاش قلت هذه القضيه دي، وددت لو انني بقيت جالسا هناك انظر الى هؤلاء الاطفال الرجال يقرؤون كلام الله ويحبرونه وينشدون تلك المتون الطيبه وصافي والنضوص سبحان ربك رب العزه عما يصفون. قمه النشاط عندي هو هذا، لأن خصنا نعاود نرجعوا أننا نرجعوا لمنبع التأثير، ما خصش يبقى يأثر فينا كلام الناس أكثر ما يأثر فينا كلام رب الناس. الناس مثلا راك عشتوا في التراويح، سأل الله أن يديم علينا رمضان ويعيده علينا سنوات وأزمنة ونحن في أتم صحة وعافية، لكن عشتوا في رمضان بزاف الناس كتلقاهم تيمشيو للتراويح، غادي للتراويح غادي للتراويح غادي للتراويح، لكن كتلقاه غيطير بالفرحة لأنه واحد النهار كيقول لك راه حضرت الدعاء. هذا شيء طيب، هذا شيء جميل، لكن من اللي ما طارش قلبك فرحا أنك يوميا تتسمع القرآن وطار قلبك فرحا من اللي حضرت الدعاء، أرى لازال في ميزان استقبالك للقرآن الكريم خللا، باقي الخلل تما. علاش؟ لأنك تطرب لكلام البشر ولم تطرب لشهر كامل لكلام رب البشر، باقي عندنا واحد شي شويه ديال الخلل خصو يتقاد سيادنا، خص تولي الفرحه الكبيره هو ملي كتسمع كلام الله عز وجل. المراه الاميه ملي كتسمع الواحد تيقرا القران تلقاها شاده راسها وتتبكي وكيقول لها، كتقول لهم كلام ربي كلام ربي. ام ايمن بركه الحبشيه رضي الله عنها حاضنه النبي عليه الصلاه والسلام، ملي مات النبي عليه الصلاه والسلام قال لسيدنا ابو بكر لسيدنا عمر، قال لي اجي بنا نمشيو نزورو حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من باب برهم برسول الله عليه الصلاة والسلام، صلوا على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فمشوا عند القوة تتبكي، قالوا لها يا أم أيمن، أما تعلمين أن ما عند الله خير وأبقى لرسوله؟ وما فين تسحبوها تتبكي، وتسحبوها تتبكي على الفراق، لأن هي حاضنته من اللي كان بقي صغير، راه في مقام الوالدة، راه بحال فحال مو.
فقالوا وقيل هذه مع مات النبي عليه الصلاه والسلام بقات حزينه، اجي نرطبوا لها قلبها ونسليوه، نقولوا لها شوف راه داكشي اللي عند سيد ربي راه حسان للنبي عليه الصلاه والسلام من داكشي اللي خلاه في الدنيا. عاتاش قالت لهم هذيك الفقيهه، هذه هي الفقيهه، قلت لهم اما واني لا ابكي، اما واني لا ابكي لاني لا اعلم ان ما عند الله خير وابقى لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال له علاش تبكي؟ قلت لهم وان لكنني ابكي لان الوحي انقطع من السماء. شوف الفقه ديال هاد السيده فين مشى، هذاك الشيء ديالكم ديال العبار وشنو اللي حسن لهي ولا اللي حسن هنا، هادشي دوزنا فتنا ما كناقشوش حنا النقطه هذه. هي كتناقش معاهم ان الوحي انقطع من السماء، مازال بنادم عنده استعداد القلب انفتح للقران ولا عنده استعداد انه مازال ينزلوا اوامر اخرى وبنادم باغي يقول سمعنا واطعنا ويتقرب الى الله عز وجل بها. هذه هي النفوس التي فهمت عن الله، هذا هو الفقه الاكبر بالصح. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، على رأسه هذا الفقه عن الله ثم الفقه عن أمر الله عز وجل. كلامنا إن شاء الله تعالى باختصار مقتضب بإذن الله عز وجل يتكون حول قضية الغاية أو الحكمة التي من أجلها شرع هذا الركن من أركان الإسلام اللي هو صوم رمضان. الصوم في رمضان كما لا يخفى على شريف علمكم لا يقتصر على الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد والتقرب إلى الله، هذا هو الركن الأعظم في الصيام. بمعنى أن من خرم هذا الركن نقول له صومك باطل، يعني فقهيا صومك باطل، ويحتاج إما إلى أنه يتقضى، إما غادي تعطى فدية إذا كان المرض مزمن، إما غادي يعاود يقضي هذاك الصيام ديالو إذا كان عنده عذر شرعي، إما يوجب له التوبة أو الكفارة أو ما سطره فقهاؤنا في كتب الفقه المعتمد عند الأمة. لكن ملي غنجيو نقلبوا غنلقاو الله عز وجل أعطانا هذا الصيام كركن من أركان الإسلام، لكن باش هذا الركن يؤدي الوظيفة باش يكون عندنا فعلا ركن يمكن أن نبني عليه ديننا، فأعطانا مجموعة من الأعمال. فكنلقاو أن في الصوم أو على الأقل في رمضان كيكون عندنا الصوم، ما كيكونش عندنا الجوع، اسمعني مزيان، ما كيكونش عندنا الجوع، تيكون عندنا الصوم. فملي كيكون عندنا الصوم زاد معاه كيكون عندك تلاوة القرآن، كيكون عندك التلاوة بالنهار ويكون عندك الاستماع في التراويح بالليل، ثم زادك نعم سيدي القيام، وزادك شي بركه ديال التهجد في جوف الليل، وزادك نعم سيدي مساله ديال زكاه الفطر، وزادك الصدقات ديال التطوع، وزادك وزادك وزادك، وهذا الشيء كله داخل في قضيه الصيام. يعني باش كتراعي به انت داك الصيام ديالك وتتربيه مزيان باش كيوقف هذاك الركن، باش ملي كتبدا تبني دينك، حيت هادو اركان ماشي هما الدين، هما الاركان اللي كيتبنى عليهم الدين، باش ملي كتبني دينك كتلقى فيه قوه وصلابه، ما يجيش شي حاجه علي من على اليسر، يجي شي شويه الريح ولا شويه البرد يقلب لك الدين. ما يبقاش اي واحد يجي يقول لك جوج كلمات في يوتيوب تمشي ضرك راسك، شكوك شبهات رده كذا، لا كتلقى دينك واقف على الصح. مهما تجي الريح اللي تبغي تشككك في دينك كتقول لي اذهب الى شاك مثلك فجادله، اما انا فاعلى بينه من ديني، كما كان كيقول الامام مالك رحمه الله عليه. فهذا الصيام جعل الله عز وجل هذه المجموعه من الاعمال المصاحبه، وعلى رأسها الصلاة الفريضة والتطوع والقرآن الكريم تلاوة واستماعا وتدبرا. فقال سبحانه وتعالى أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم ذكر الحكمة من تشريعه قال لعلكم تتقون. بمعنى أنه من اللي تيدوز رمضان الإنسان خصو يلقى راسو في آخر رمضان أنه حصل على واحد الشهادة. سيادة مثلا في الكتاب حفظهم الله ملي الشاب تيختم يجيزونه مثلا في مقرأ معين، مقرأ الإمام نافع مثلا براوييه ورش وقالون، فكيعطوه الشيخ كيعطيه إجازة يجيزه، هذيك الشهادة اللي هي الإجازة تثبت أن هذاك الشاب ولا ديك الشابة راه أتقن على حسب الإجازة اللي غيعطيه، واش في القراءة أو لا في القراءة والإقراء، أو لا يعطيه إجازة أنه قد ضبط القرآن حفظا ورسما أو لا غير حفظا أو لا أو لا، المهم الشهادة تشهد له بأنه تفوق في مسألة معينة. إحنا أراد لنا الله سبحانه وتعالى أن نخرج من رمضان ونحن متفوقون في أهم بند من بنود العبادة ألا وهو التقوى.
يعني تتخرج عندك وانت قد حصلت على شهادة فلان من المتقين. علاش احنا كنضربوا على هذا تحقيق التقوى في انفسنا؟ لان كيف الانسان تيبغي يسافر لشي بلاصه واخا تيكون عنده الجواز، جواز باسبور، واخا يكون عنده الجواز باش تمشي لواحد البلاد معينه، غالب غالبيه البلدان تيشترطوا تكون عندك زينمز الفيزا، التاشيره، خاصهم ياشروا لك على واحد المساله، يطبعوا لك باش تقدر تدوس. الباسبور ها هو كاين، الاعمال اللي تنديروها، الصلاه، الزكاه، الصيام، الحج، العمره، بر الوالدين، كذا، هادشي كله هي الاعمال، هذا هو الباسبور، هذا هو الجواز ديالك، بلا به ما عندك فين تململ. لكن التاشيره اللي كطبع ان العمل ديالك يقبل عند الله هي التقوى. يقول الحق سبحانه وتعالى باسلوب الحصر في سوره المائده: واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. يعني نبين لنا أن هناك أعمال تقبل وهناك أعمال ترفض. فجاء الحسد عندما رفض عمله، قال لأقتلنك. أش قال ليه الآخر؟ قال إنما يتقبل الله زيد من المتقين. بمعنى أن الذي كان سببا في رفض عملك وكان سببا في قبول عملي هو أنني تحققت بالتقوى وأنت لم تتحقق بالتقوى. هذيك إنما كيقولوا سيادة اللغة تيقول لك هذه أسلوب الحصر، بمعنى بصياغة أخرى غادي نقولوا لا يتقبل الله إلا من المتقين. يعني لو بغيتي العمل ديالك أنت يتقبل، هذا العمل ديال 11 شهر اللي جاية إلى طول الله العمر، إلى مشينا عند الله نطلب الله يغفر لنا، هذا 11 شهر اللي جاية على ما ندركوا إن شاء الله تعالى رمضان الجاي أعمالنا كلها مرتبطة بكيفاش تخرجنا في هذا رمضان. إلا تخرجنا في هذا رمضان وتعطاتنا التأشيرة ديال التقوى، رأى أعمالنا إن شاء الله تعالى اللي جاية في 11 شهر بإذن السميع العليم تكون إن شاء الله تعالى مقبولة. إلا خرجنا من هذا رمضان صمكين ما كاينش ريح التقوى، الله يطلب الله أن يفتح لنا باب التوبة لنتوب إليه في 11 شهر اللي جاية، وإلا راه ما كاين والو. إلا تخرجنا من رمضان والتقوى شوية شوية، أرى الأعمال ديالك كيتقبل منها تهي شوية شوية. ألم يقل صلى الله عليه وسلم إن العبد ليصلي الصلاة ليس له منها إلا، وبدك يعطيك إلا شطرها، بمعنى أنه لا يقبل له من صلاته إلا النصف. علاش؟ والنص الأخر كان في غادي يمشي نشري الدري البلغة، والمرأة رمصي على واحد توب، والمسمن ربقي الله وصيت مولاته، والوالده واش باقا مازال غادا تجي تغدى معنا نهار العيد ولا لا، هادشي كله في الصلاه. اما اللي عنده البيع والشراء ومخلى الحانوت وجات يجري، وصحاب الماتشات وصحاب النشاط، واللي خلى شي امور عجيبه وغريبه، مخلي الطرح ديال الرامي كيقول له ما تقلبوش الوراق، انا غادي نمشي نصلي العصر ونجي، اش غادي دير اذكار المساء زعما؟ نصلي العصر ودماغ واحد باقي عقلت كان حاط القيش تما تنجيو ندير ليه نفخ، راه صلاتك اللي تنفخات كلها شريف، انت اللي يديروا لك نفخ كان صلانا. ليس له من صلاته الا اما ديك اللي كتخلي المسلسل تيديروا الاشهار عاد باش نوض تصلي باش ترجع تجيب باش ما تزقلش الحلقه، الى صلاه بقات في السجود وكتقول يا ربي تسمح لينا ويا ربي تغفر لينا، ودماغك كيقول العيب ديال ما عاد غتصالح معاه ولا ما غاداش تصالح معاه. اين هي التفليه؟ وهاد الصلاة زعما إلا بغينا ندخلوا بها للجنة، هاد الصلاة ما تدخلكش حتى للكوزينة، هذا باش تدخلك للجنة. فلا بد من إعادة ضبط مجموعة من المعايير سيدنا. فقال لك ليس له من صلاته إلا ما عقل منها. داكشي اللي عقلتي عليه وركزتي فيه في الصلاة هذاك هو اللي ديالك. داكشي اللي دماغ ديالك أنت سرح مشى، غتقول لي زعما علاش هذا التشديد هذا زعما في هذه القضية؟ ماشي تشديد، لأن على قدر سرحانك في الصلاة على قدر قلة أدبك مع الله. إن العبد إذا قام في محراب الصلاة فكبرت كبيرة الإحلام نصب الله عز وجل وجهه تلقاء وجهه. توقف تتهضر مع السيد ربي وتدور الجهة الأخرى، خذ معايا تخيل معايا تخيل معايا أنه وقف شي واحد، ولله المثل الأعلى، وقف واحد تهضر معاك وتتكلموا، وذاك السيد له قدر معين. ناخذ ما نمشيوش بعيد، ناخذ المثال سيادة مثلا ديال الكتاب، نهار جاو وبغاو يحجزوا القاعة بالنسبة ليوم الأحد، وجاو مثلا عند المحافظ ديال الوكال الاصل انهم هما اللي دافعين الطلب، هما اللي محتاجين القاعه ويدفعوا الطلب باش يقولوا امتى.
والمحافظ تيهضر معاهم امتى تبغيو، شحال ديال الوقت، واش العشيه النهار غتبغيو المكبرات، تبغيو الضوء، تبغيو كذا. والمحافظ تيسول فيهم شنو محتاجين، وداك اللي مصيفطينو علاقه باسم كيتكلم باسم الكتام وقفوا كيهضر مع المحافظ وقال لي داك عبد بلاتي واخا بلات غيعطيهم شي مركب ثقافي، هذا غيمنع، هذا غيرفض، هذه وحده. وغيصيفط في الواتساب كاع المحافظين ديال المركبات الثقافيه غيقول لهم ملي يجيكم هذا سدوا عليه الباب البراني ماشي كاع الباب الدخلاني. هذا المحافظ ديال المركب الثقافي وانت جاي باغي على قبل واحد نص نهار ولا تصرفتي معاه بهالطريقه هذه سوف يرفض طلبك بل ويحتقرك لانك اسات معه الادب. فكيف بك وانت بين يدي رب العزه والجلال وتطمع في رحمته وأمرك كله بين يديه ثم تلتفت عنه إلى ما سواه؟ تفهموا هذه القضية ديال ليس له من صلاته إلا ما عقل منها. وعلى ذلك فقس، مشيتي نعم سيدي بغيتي تأدي واحد، يعني ثم مجموعين تبارك الله شباب تجتهدوا في هذه القفة مثلا رمضان ولا القفة ديال العيد ولا الكسوة العيد ولا كذا، على قدر التقوى التي تحققونها في قلوبكم على قدر قبول الأعمال. إلا نقصت شي شويه التقوى تنقص الاجر، إلا زادت التقوى تزيد الاجر، تحققت التقوى كمل الاجر، وهكذا. اذا رمضان هذا نحن اجتهدنا فيه وكل واحد فينا اجتهد بقدر ما يسر الله عز وجل له، لكن كيف ما بغى يكون داك الاجتهاد راه يشوبه التقصير. انسان كيف ما بغى يكون نوع الاجتهاد يدير داك الشيء اللي دار، داك الشيء قليل في جنب الله عز وجل. اذا حنا كنقلبوا اننا نتخرجوا من رمضان بالتقوى. غايقول لي واحد ايه، ولكن ملي تكلمت يا استاذ على الشهاده، الشهادة كتكون مادية تنشوفوها يعني مكتوبة بالخط على الورقة. هذيك التقوى كيفاش داير الشهادة ديالها، كيفاش تنشوفوها؟ نقول لك هذيك التقوى لا تكتب على ورقة، إنما تكتب على قلبك من حيث أعمال القلوب، وتكتب على جوارحك من حيث أعمال الجوارح. بمعنى باش غتعرف راسك راك تخرجتي بشهادة التقوى ولا لا، هو شوف راسك ابتداء من أول نهار من شوال، واش غتلقى راسك تبتي مزيان في سلك الطاعة وزتي خدام، أو لا بديتي تتنقص، أو لا أنت هو أنت. غنقول باش نعرف راسي زدت أو نقص أو لا بقيت أنا هو أنا، غنقارن راسي بأش. وهذه من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الشباب، هو أنه ملي تيخرج رمضان تبداو يقارنوا نفوسهم كيفاش كانوا في رمضان. سيادة الله يجازيكم بخير، ما تطيحوش في هذا الفخ ديال الشيطان. بمعنى لا تقارن عبادتك بعد رمضان بما كنت عليه في رمضان. رمضان له خاصية ليست لأحد من الشهور. رمضان كفة الطاعة والسير إلى الله كلها في صالح المسلم. ما كاينش شهر من أول ما كتطلع الليلة الأولى ديالو ينادي منادي من قبل الله يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، هذه ما كاينش، كاين في رمضان. ما كاينش شي شهر فيه لله العتقاء من النار في رمضان وذلك كل ليله، ما كاين حتى شي شهر الا في رمضان. ما كاينش شي شهر فيه تفتح ابواب الجنه ابتداء من اول ليله فلا يغلق منها باب وتغلق ابواب النار فلا يفتح منها باب الا في رمضان. ما كاينش شي شهر كيتعطى فيه الصيام لتسمو روحك وتقترب وتتفوق على الملائكه بالعباده الاختياريه الا في رمضان. إذا رمضان لا يمكنش تخيل أنك غادي تبقى على نفس الإيقاع اللي أنت غادي عليه في رمضان غتبقى غادي عليه بعد رمضان. غتقول إذا ما علاش نحسب هذا؟ بما أقارن طاعتي وعبادتي؟ أقول قارن طاعتك وعبادتك في شوال بما كنت عليه في شعبان. كيفاش كنتي داير قبل ما يدخل رمضان؟ الويتر ديالك كنتي محافظ عليه ولا كنت عايز بلاش؟ رهيبة الفجر كنت محافظ عليها ولا كتفيق تيقربوا لك المصلى هادشي اللي كنتي كتفيق للفجر؟ حجابك كنت محافظ عليه ولا حجاب نص نص ولا ما كاينش حجاب اصلا؟ دخل رمضان وليتي تديري الدره باش تمشي تصلي التراويح وتجي تخفي منها شويه كذا بعد رمضان، كيفاش داير الحجاب ديالك؟ واش عاهدتي الله عز وجل ان السراول تجين وقميجه صافي سليمه من هذا اللبس، هذا اللباس يكون صحيح؟ واش عاهدت الله انه هذاك الفراغ كنديرو نص نص على قبل الصلاه والظهر وكذا والعائله الى اخره، دابا صافي الحجاب ديالي الحجاب ديالي سالات هضره.
واش عاهدت الله على انه كنتي كتقول مستجاب الناس صحابين كنقطعوا الكارو دابا صافي سالينا ما كاينش نقطعوا في رمضان صافي فضينا توبه نصوح الى الله عز وجل. خمر كنت مرة رمضان تعصب نمشي نضرب كويسات نجي كذا الى اخره رمضان دابا منين بعد رمضان سالينا توبه نصوح يا ربي هذا القلب هذا ديالك نقيتي في رمضان حافظي على المقاومه ديالك انا ما نقضيش يا ربي زبيدي وخذ بيدي عن منها توبه نصوح. هنا كنلقى الدور الوسطى وكنشوف كيفاش كندير في شعبان الى اي حد كان عندي النقص في الطاعه كان عندي النقص في التقوى كان عندي نقص في الايمانيات نشوف راسي في شوال الى لقيت راسي غادي نزيد لقدام فليحمد الانسان الله عز وجل فليحمد الانسان الله عز وجل. علاش؟ لان الشكر يثبت النعمه الموجوده وياتي ويجلب النعمه المفقوده. الشكر حافظ جاري حافظ لما هو موجود من النعم ومستحضر وات وجالب لما قد فقد ايضا من النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم كفر النعمة ولئن كفرتم نسأل الله العافية إن عذابي لشديد. إذا هكذا غادي نشوف راسي هل الأشهر اللي جاية إن شاء الله تعالى شوال والقعدة الحجة محرم صفر ربيع الأول ربيع الآخر جمادى الأولى جمادى الآخرة رجب شعبان هذو هما اللي غادي يحددوا لي واش تخرجت بالتقوى من مدرسة رمضان أو لا. وهذا هو اللي تيسميوه علماء السلوك والتربية بالاستقامة. هذا هو الأمر اللي أعطاه الله عز وجل في سورة هود وفي سورة الشورى. في الشورى قال لي فلذلك فادع واستقم كما أمرت. في سورة هود قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك الخط الوسطاني. ولا تطغوا ما تزيدش في الطاعة والعبادة ما لم يأمرك الله عز وجل به لا تبتدع في دين الله. الطغيان هنا هو الغلو. ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. من جهة أخرى عاوتاني ما تلعبش في التمييع وتبدا تحلل في دين الله عز وجل شي حوايج اللي هي حرام وتحاول أن تدفع الناس أنهم يطبعوا مع منكرات. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصروا. أش ندير أسيدي ربي أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذا هذه المسألة ديال الاستقامة علاش قلتها متعلقة بالتقوى؟ لأن هي اللي دارها لنا سيدي ربي. ولعلي بهذا أختم إن شاء الله تعالى فقد أطلت عليكم. هي اللي دارها لنا سيدي ربي نطلبها في كل ركعة. شنو هو الدعاء اللي تنطلبوه في كل ركعة؟ اهدنا الصراط كي دير ذاك الصراط المستقيم هي هذه الاستقامة على تقوى الله عز وجل بإتيان ما أمر الله به باطنا وظاهرا واجتناب ما نهى الله عنه باطنا وظاهرا. غتقول لي واش شي زعما كاع نقدروا نديروه؟ غنقول لك انا ما قلتش لك دير هادشي كله، غنقول لك انايا اجتهد باش دير هادشي كله. اللي قدرتي عليها درتيها، اللي ما قدرتيش عليها تسال الله التوفيق، واللي صبانيتيها فيها تتوب فيها الى الله. لان باب الله عز وجل دائما مفتوح. شحال واحد كيهز التليفون وتيعيط استاذ ياسين كذا وعندي مشاكل وانا كنت واشم في ظهري ودابا هذه وبغيت نتوب الى الله عز وجل وما السيد ربي يقبلني واش باقي حي؟ السؤال هو هذا واش باقي حي؟ الروح باقى لداخل؟ اذا الله يقبل التوبه ان تبت اليه. واش درت واش درت واش درت؟ واش كنتي كافر؟ لا اسيدي نفترض كنتي كافر. واش باقي حي؟ اذا تبتي الان يتوب الله عز وجل عليك. كاين شي حاجه فوق الكفر، ما كاين والو فوق الكفر، ليس بعد الكفر ذنب. حرقوا اولياءه وقتلوهم في ليله واحده. جاء عند بعض كتب اهل التفسير مما رصدوه من المؤرخين ديال تاريخ الامم وكذا ان ذو نواس الحميري هذاك اللي كان تعود عليه الله عز وجل والسماء ذات البروج واليوم الموعود. هذاك الملك الظالم الذي قتل اولئك المسلمين المؤمنين رصدوا أنهم كانوا ما يقارب 70,000 قتلهم جميعا بالحرق بالنار في ليلة واحدة. إن الذين فتنوا أي عذبوا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أش قالوا راه سيدي ربي زين أمس ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بمعنى يا سيدي ربي وخذلوا هذا الشيء كله لو تابوا لتاب الله عليهم. بل سبوا الله عز وجل ونسبوا له الصاحبة والولد واتهموه بالفقر وقالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. ومع ذلك يقول لهم في الأخر السياق أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه
سيد ربي تقول لهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. أنت هل كفرت بالله؟ هل نسبت إلى الله الصاحبة والولد؟ هل حرقت أولياء الله؟ هل جرائم عظيمة بلغت منها توالو؟ وخيف لسيد ربي ما يقبلك؟ ارجع إلى ربك فاستغفره وتوب إليه. سيادة التقوى ليست شيئا عظيما لا يمكن أن نقوم به، وكانت التقوى أمر مستحيل، والله ما كان الله ليأمرنا بها. يستحيل رب العزة والجلال يأمرنا بشيء لا نستطيع القيام به. كل أمر أعطاه لنا الله كلنا بدون استثناء، كيف ما تكون حالتك المادية البدنية الاقتصادية النفسية الاجتماعية، كيف ما تكون حالتك، الأوامر اللي أعطانا الله عز وجل كلها نقدر نديرها، والنواهي اللي نهانا عليها الله عز وجل كلنا بدون استثناء نقدر نبتعدوا عليها. كيبقى الرخصة وصل العمل، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع إيماء بالنية، هادشي كله لكن تؤدي لذلك على قدر المستطاع. إذا التقوى سيدنا، التقوى شيء ضروري ومطلوب وحيوي إن أردنا أن تقبل أعمالنا عند الله حتى نفوز في الآخرة وننجح في الدنيا فنحقق الفلاح. أمر ضروري وهو في نفس الوقت أمر مستطاع، خاصنا غير نعاود نرجعوا للأصل. الأصل هو هادشي اللي واقفين عليه الإخوة في الأمسية اللي جزاهم الله خيرا، الرجوع إلى كلام الله عز وجل. خليك من كلام الناس، الأصل نرجعوا لكلام الله عز وجل. ارجع القرآن الكريم، ما يبقاش القرآن الكريم هو المصحف في دماغنا احنا، يبقاش القرآن الكريم هو المصحف، يقول القرآن الكريم منهج ديال الحياة ديالنا، هو البوصلة اللي كتحدد لنا الطريق باش نعرفوا نوصل. نهار نبداو نزيغوا كلام الله عز وجل يردنا، ونهار نكونوا على الطريق الصحيح كلام الله عز وجل يثبتنا. ملي كنبغيو نقادوا شي امور، واحد مهندس القرآن هو المركز ديال حياته، ملي غيبدا يبني لنا المواقع ويعطيها التصاميم ديالها غيبان لك بلي هذاك السيد راه القرآن في مركزية حياته. أول حاجة غيبدا يشوف هذوك الناس من اللي غيجيو، واحد المركب شنو محتاجين؟ محتاجين أنهم يديروا واحد الأمسية كذا، لكن واحد الوقيتة توصل عليهم العصر. إذا غادي نفكروا اليوم في مسجد في البناء، الوليدات غادي يجيو ربما مع الأمهات ديالهم، يقدروا يكون كذا إلى آخره، نفكروا اليوم في واحد المكان يقدروا يلعبوا فيه الوليدات ويقدوا لهم شي أمور في انتظار مثلا الأمهات مثلا يخرجوا. وهكذا غيجي واحد السيد غادي يعطينا واحد المشروع اقتصادي، غيبان لك في المشروع الاقتصادي ان القران الكريم واش هو في مركزيه حياته ولا لا. غادي يشوف هذاك المشروع الاقتصادي هل سيقيمه على الربا ام لا، هذاك المشروع الاقتصادي هل سيعود على الاشخاص معينين بالمال والربح وسيضرب اقتصاد الدوله كلها يقتلوا، فكتعرف بلي هذا القران الكريم ليس في مركزيه حياته، الربح المادي هو اللي في مركزيه حياته. غادي نهز واحد بلاصه وغنمشي وغنقول مزيان، غادي نتخبوا الارض وغادي نجدوا المال اللي كاين تحت في المياه الجوفيه وغادي ندير واحد عيبه وغادخل لنا واحد 30 مليار 40 مليار 5 سنين ولا 6 سنين، غنقول لهم مزيان. ومن بعد ملي غيتقاد المال من ديك المنطقه نقول لك يعاودوا الرسوم يموتوا ولاد، كتفهم باللي هذا ليس القران في مركزيه حياتي. شوف كيفاش نعبر على الاقتصاد، وقس على ذلك في الامور السياسيه، وقس على ذلك في الامور الاجتماعيه. المركز المركزيه القران اللي كتولي داخل الاسره، كتدخل البيت كتولي كتعرف بلي واش القران في مركزيه ولا ماشي في مركزيه. شحال مره كتدخل بعد مرات عند شي واحد وكيشوفك انت وكي يعني من باب انه زعما تي ماشي احترام الاجابه ولا كيحترم اللي حيتك ولا المهم كيحترمك انت عموما وكيبغي يخدم لك شي حاجه في التلفازه، اش كيوقع عليه؟ تيتلف، حيت القنوات اللي فيهم القران هما مولفش يتفرج بهم. دوك 10 15 القناه الاولى كاين الكوبيتير، استغفر الله، كاين الدرديك، فهو كيتم غادي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة والو، شطيح رديح شطيح رديح، الغنى الزوج شطيح رديح، الغنى الزوج ملي كيتكلم ما يلقى ملي يدير في الجزيرة، المهم زعما زعما دار لك شي حاجة زوينة، يا ودي كلمة قشرة جالسة كل ما ديال في الجزيرة زعما، كما كيفاش، كتقول لي في كتقول لي شوف فيها حنا ندوا مع بعضياتنا كل كلا لا راه كاين واحد القناه ديال القران عزيزه عليا راه كنتفرج فيها، ملي كيقلب لك كتلقى ديال شي قناه ديال الشيعه ولا شي مصيبه بحال غير حيت بانوا لي الحياه والسلام، المهم يسلك من هذه الاحياء على مين جوا. بالله عليكم لو كان القران في مركزيه حياه هذه الاسره
واش كانت غتاخذ هذا الوقت كله باش تقلب على قناة في القرآن الكريم؟ إذا الله يجازيكم نخرج القرآن من دائرة المصحفية، يبقاش غير المصحف فقط، ارجع القرآن اللي قال عليه الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صلى الله يثبتنا ويقوم لما يحب على ما يحبه ويرضى، وأن يوفقنا ويقوم لما يحبه ويرضى. صلى الله يبارك في الإخوة القائمين على هذا الصف العتيد للكتاب المبارك، ونسأل الله عز وجل أن يوفق سائر الأحبة للنهوض والمنافسة في هذا الباب الشريف. ما نبقاوش نسمعوا حتى يكون عندنا واحد الكتاب واحد المكان، لما كرهناش نرجعوا داك الشيء اللي كان عليه المغرب غير هذه 41 ولا 45 سنة، أنه كل زنقة عند الكتاب الخاص بها، وتكون عندنا تنافس. راه بركة تبارك الله غير المغاربة راه يحققون من الفوز في المسابقات الدولية بالحفظ والتجويد والترتيل والتفسير ما لا يحصده غيرهم بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا شيء خير، لكن علينا نحن أن نتجند خلف إخواننا وخلف سادتنا وخلف واحد نقطة مهمة جدا، والله لا أقولها تزلفا إنما أقولها تدينا، لأن بسببها باش مازال باقي كنجمع على القرآن وعلى الخير. حيت شي مصافيط ما كرهوهاش تخيل، والقضية إمارة المؤمنين. الله يرحم لكم الوالدين، انتبهوا لهذه مسألة جدا جدا جدا، هذه هي اللي مازال باقا شادة لنا أن الإسلام مازال قائم في هذا البلد. فنحن مجندون خلف قضية الإمارة المؤمنين، مهمة جدا باش توحد ما يقدر يجي يفهم عليك. تخيل ديال انتم اللي بغيتوا ديروا هادشي ديال القران والاحياء والحجاب، سيروا لكم لشي بلاد وديروها. لا شرفه بلادنا هذه، بلاد المسلمين هذه، بلاد 93% ديالها كلهم مسلمين يدينون الله عز وجل لله عز وجل بدين الاسلام. ملكها رجل مسلم وله صفه امير المؤمنين. فما يجيش واحد يفهم عليك يقول لك انت تقول لي انت هذاك السفور والعمر والفجور ديالك اللي بغيتي تنشره بين الناس وبغيتي الناس يقبلوه بزمنه وبغيتي تفرضوا على الناس، انت خويا اللي سيقلب لك على بلاد اخرى اللي دير فيها هادشي. اما احنا في بلادنا وفي بلادنا كنديروا داك الشيء اللي كيطلب منا الله عز وجل في ديننا، هذا ما كان. اقول لك واش هاد النفاق وانتم كديروا كذا ومن بعد كتقولوا كذا، لا شيء. ثم فهمتيش واحد المساله اللي ما بغيتيش تدخل لها تندمغ، هو انه المسلم يقع في الدم ماشي حيت هو تيحب الذنب لأنه مجبور على الخطأ، لكن المسلم يقع في الذنب وهو يكرهه، يقع في الذنب ويأمل من الله أن يتوب عليه منه. أما أنت اللي بغيتي عباد الله دير الذنب وتقول لك ما كاين حتى شي إشكال، بخير وعلى خير، قرأت المشكل ما كاينش، لا في أمر الله وحفظه لا نشري. فهذه المسألة هذه وجب أن تتنبهوا إليها وما يشككم فيها حتى شي واحد، الله يجازيكم خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب اليك. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاك الله خيرا. بارك فيك. تفضل. واحد التنبيه والتنويه. انا اعلم ان الاخوه الحمد لله حاضرين، لان من العدد ديال الالات ديال التصوير وديال التسجيل. الله يجازيكم خير. اني مسائل كل رجل وكل امرأة أخذ من كلامي جزءا فاقتطعه فوضع عليه عنوانا يريد بذلك فقط أن يستكثر من المشاهدات فيستفز الناس بذلك العنوان: إني مسائله بين يدي الله عز وجل. باش اللي كيصور على التصوير اللي خذ من كلامي جزء مقتطع يريد بذلك استفزاز الناس ليستكثر من المشاهدات، سواء باجتزاء المقطع أو بوضع عنوان مستفز أو بوضع صورة مستفزة، إني مسائله بين يدي الله عز وجل ولا أحله. باش كل واحد يعرف راسه فين غادي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خير أستاذ ياسين على هذه الكلمة، والكلمة الرائعة الراقية التي أشاد بها بالقرآن، أشاد فيها بالقرآن وبأهل القرآن، ودعانا أن نحرص على الاستقامة
بعد رمضان، وأن شهر رمضان إنما هو أيام معدودات، والاستقامة لا بد أن تكون في رمضان وبعد رمضان. جزاه الله خيرا وبارك فيه وحفظه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يسدده وأن يحفظه من كل سوء، وأن يبعد عنه شر الأشرار وكيد الكائدين وحسد الحاسدين وعبث العابثين، وأن يثبته على الطاعة والعبادة والدعوة إلى الله عز وجل. بارك الله فيه وأحسن إليه. أستاذ ياسين مازال معنا، ريتما نقدم له واحد الهدية. نستمع إلى واحد درع من عدد الناس، الله يجزيهم بخير، امتنانا وعرفانا.